بمواد مخدرة بحوزة أحدهم 40,000 حبة خلال عملية أمنية في 6 محافظات. نسبة تعاطي الميثكريستال وصلت حاجز 40% بين المتعاطين بحسب مفوضية حقوق الإنسان. تفجرت حقيقة ضبط نصف مليون حبة الشهر الماضي والقبض على طباخ الكريستال، لكنها كشفت عن نسبة انتشار وصلت 40% للكريستال وفق ما أكده تقرير أمريكي للانتشار المفزع في العراق، مؤكدا سبب انتشاره لسهولة الحصول عليه تهريبا من أفغانستان وإيران. ملف المخدرات ملف خطير بالتأكيد، ونواجه جميعا كمجتمع عراقي وأيضا كمؤسسات أمنية وحكومية. بالتأكيد الجانب القانوني يجب أن يكون حاضر بهذا الملف، يجب تجديد العقوبات للمروج للمتعاطي من أجل الحد من هذه الظاهرة. يضاف إلى ذلك على الحكومة المركزية الاتحادية البرلمان إصدار قوانين ومن ثم متابعة القوانين، وأيضا تنظيف الأجهزة في حالة إذا أكو أجهزة أمنية مكلفة بهذا الملف، يجب أن تكون أجهزة أمنية حقيقية وقادرة على محاربة هذا الملف. نطالب كل الحكومة وكل جزء بالحكومة أنه تبادر بقوانين جديدة باتباع الحكومات أو اتباع المحاكم بتجديد كل شيء للمجتمع على نسيطر على هاي الآفة، لأن هاي الآفة كلها كبيرة. نسيطر بكل الدروس الاجتماعية اللي تحرض الشباب على الطريق الصح تبدأ عن طريق الخطأ، يعني هذا شيء أثر على. وفي العام الماضي تقول المديرية إنها اعتقلت 11,000 من المتاجرين والمروجين والمتعاطين وفق إحصائية رسمية للداخلية، ناهيك عن رقم خيالي تمثل بضبط 14 مليون حبة مخدرة في أول 8 أشهر من العام الحالي. مختصون قرأوا هدف محاربة المخدرات بمنهاج الحكومة الجديدة على أنه مثل تحدياً لكل الحكومات المتعاقبة، لكنها لم تنجح في الحد منه بشأن قطع الطريق على التهريب ومحاربة رؤوس العصابات، ما يجعله من التحديات الكبرى أمام أي تصور سياسي عن دولة محترمة.